حكايتنا اليوم حكاية أبا بنوبة، حكاية من التراث الجزائري. كان في واحد القرية كان يعيش واحد الراجل يقولوا له هو وبنته يقولوها نوفا. قلت له بنتك نوفا؟ قال لها حركي الأساور تاعك. كما كان الحال حركت الأساور تاعها، اسمع صوت الأساور الحال، اذبحها وخذ المخيط طويل بالصوف تاع الجلد تاعها. مشاركتنا كانت بمعرض قبائلي شاوي، كذلك عرض أزياء للأطفال، بينا فيه طبوع أمازيغي أمازيغي بما فيه شاوي قبائلي، كذلك شاركنا بفرقة فلكلورية لرقص الشاوي، كذلك رقصة قبائلية للأطفال. هذا باش نزيدو نبرزو ونبينو عادات التقاليد الخاصة بيناير. أنا اليوم فرحانة خاطر ما شاركت في جمعية بيلسان، درت رقصة قبائلية وعرض أزياء قبائلية، وأنا فرحانة بزاف خاطر ما كنت نجدد في التراث تاعنا هذا. عجبتني الحكاية تاع ماما اللي حكاتها لنا، لينا لمتنا وردتنا للتراث تاعنا، وعجبتني كيما جدك يتقص علينا الحكاية تاعنا، ومليحة وأسقاسة مقاس.